على الجمهور صحيح. فان شاء الله خير يعني. محسن قراءتك لبكره؟ يعني طبعا بضم صوته لكابتن محمد لكن عايز اقول ان يعني واضح قوي من تعامل الاخوه في المغرب، الصحافه والاعلام والجمهور حتى واللعيبه والجهاز الفني للوداد، ان هم بيلعبوا لعبه نفسيه. يعني هم يجيدوها تماما. يعني حتى هنشوف مثلا سيفن فان بروكل اللي هو المدير الفني، تصريحاته اختلفت تماما. قبل مباراه الذهاب كان الاهلي فريق كبير ومعتاد ومتعود والامور ومتمرس والكلام ده كله وصاحب الرقم القياسي. بعد المباراه انا خبرتي اعلى من كولر، احنا هنقدر نفوز في بسهوله، الماتش هتبقى صعب بس احنا نقدر نسجل. حتى الصحافه المغربيه الجحيم ينتظر الاهلي النهارده في المؤتمر الصحفي. لو ما حركت تشوف اغلب الاسئله او تقريبا كل الاسئله بتاع الاخوه الصحفيين المغاربه لكابتن محمد الشناوي كلها نوع من الاستفزاز. نهائي العام الماضي حتى الراجل ردهم قال لهم هو شاطر بالظبط السنه اللي فاتت بالظبط احنا نسينا الماتش اللي من اسبوع اللي من كام يوم، هنقعد نتكلم على ماتش من سنه؟ هي دي هم كله ده بيحاول يشتتك. ما شاء الله ان شاء الله ثابت ومحدش خبرات. ما هو عجبني في لعيبه الاهلي كمان يا استاذ احمد ان هم مركزين في المباراه، مش اي حاجه ثانيه، مفيش اي تصريح طلع بره، يمكن حتى مش من الماتش ده. يمكن لو حضرتك تتذكر بعد ما الاهلي فاز في نصف النهائي على الترجي في رادس 3-0 كلهم طلعوا لا الصحافه التونسيه كانت اتكلمت معاهم، كان الشحات، كان كهربا، كان علي معلول، كلهم اتكلموا قالوا لا احنا ما تاهلناش. الاخير محدش يتكلم يعني انا قصدي يعني هم معتادين. فواضح المره دي الفرق في ايه؟ في التركيز. الناس بتقول مثلا وكانت زعلانه طبعا عشان ايه بسبب الهدف اللي جه. الماتش طبعا يختلف تماما عن الماتش السنه اللي فاتت. ده يعني حشيش انت رايح كسبان يعني كابتن حشيش تعادل ولا خسران؟ كابتن محمد حشيش قال ان هو ايه الاهلي عنده فرصه الفوز والتعادل باي نتيجه. لا ده احنا كمان عندنا فرصه الخساره لا قدر الله ب3-2 فما فوق بفرق هدف، ده يدي لك البطوله كمان. يعني انت اعلى منهم والاهلي مستحيل ان هو ما يسجلش. يعني انا براهن غدا ان شاء الله ايا كانت النتيجه ان شاء الله الاهلي هيكسب، وانا براهن على التسجيل. وربما وكل ما كانت تسجيل الاهلي بدري يكون هيسجل اكتر، لان هو يعني الهدف بتعمل مفاجاه انت اللي تسجل في الاول بالظبط ده طبيعي. وانا بقول لحضرتك لو الاهلي سجل الاول هيسجل تاني وربما تالت، لانه خلاص هو بيتفك وما عندوش فرصه غير انه يهاجم، لانه طبعا اكيد مش هيحافظ على النتيجة. كابتن محمد حشيش ربما الاهلي يعني لا مش ده الاهلي، الاهلي ممكن يفوز كمان مش يسجل ويفوز ويرجع. صح. عملناها قبل كده مش كده؟ عملناها كتير ومع فرق اقوى من الوداد ونهايات افريقيا وبرده مباريات نهائيه. نعم. انا عايز اقول اطمن برضو جمهور النادي الاهلي شويه. اولا لازم تثقوا ثقه كبيره جدا في فرقتكم. النادي الاهلي نادي كبير جدا، اكبر نادي في القاره وفي الوطن العربي، شعبيه كبيره جدا، اداره عاليه جدا، ما بيسيبوش الصغيره قبل الكبيره، عاملين استعدادهم وترتيبهم، والحقيقه عملوا للفريق ده من اول البطوله من اول المشوار كل حاجه. نعم. النادي الاهلي كمان السنه دي النهائي ده ما حدش فكر في النهائي بتاع السنه اللي فاتت. النهائي السنه اللي فاتت وضع تاني، النادي الاهلي وقتها ما كانش بكم اللعيبه اللي جاهزه دي. ايوه. كان المدير الفني معتمد على 12 13 لعيب. نعم. ورامي الباقي خالص. فمن كتر الاجهاد لما بتيجي مصيبه ولا حاجه ما بتلاقيش حد. النهارده كله اي واحد ينزل الراجل ده معتمد على قوام 20 لعيب، وال 20 لعيب خدوا المباريات اللي فاتت. نعم. اي واحد فيهم جاهز، عشان كده احنا بنقول مين ده يلعب هنا ولا يلعب هنا ولا يلعب هنا. قبل كده كنا بنقول بنكون فرقه بالعافيه. فالنادي الاهلي من اول التعثر اللي كان في دوري المجموعات ابتدى الكيرف يزيد جدا جدا. نعم. وقابل فرق قويه جدا في ربع النهائي ونص النهائي لغايه ما وصل حتى اخر مباراه اللي هي لسه الحد اللي فات، كان احسن من الوداد وكان يستطيع لو في توفيق شويه يكسب 4-5 كان ممكن اتحسمت من هنا. انما انا بقول استاذ احمد حاجه مهمه جدا، كويس ان ربنا عمل كده، لان 2-0 كان ممكن تدي لبعض اللعيبه اريحيه. ايوه. ورايح خلاص انه مطمن. لا في ضغط جامد. أيوة. عليك وان الموضوع صعب. لا اصل ما فيهوش هزار. فكله لازم يبقى فيه تركيز جامد جدا، فيمكن ربنا عمل كده عشان كمان لما نكسب ان شاء الله يبقى لها حلاوه ان احنا خدناها من هناك يعني. ان شاء الله نعوض نعوض لا طبعا. لا ان شاء الله ان شاء الله باذن عندنا ثقه. محسن ربما عوده الشناوي بتدي ايضا، رغم ان مصطفى شوبير ما شاء الله عمل ماتش رائع. صحيح. يوم الاحد اللي فات. لكن ايضا وجود الشناوي ده ذكاء يحسب في المقام الاول، وان شاء الله لما الاهلي يكسب
لازم ندي كل واحد حقه لمارسيل كولر ان هو ما جازفش بيه، كان عنده يعني لسه راجع من اصابه وكان يقدر يلعب، لكن ماذا لو لا قدر الله حصل حاجه كان يفقده في المباراه الاهم. مصطفى شوبير لما لعب في مباراه القاهره كان وسط جمهوره اللي احتضنه اللي آزره اللي لعبته اللي فرقته بتهاجم لانك على ارضك، بعكس هناك كان يبقى الهجوم عليك ال 50 60 الف هيحاولوا يستغلوا ان انت لسه شبل صغير. لا هو كولر عمل دي مش ضحى جازف بانه قعد محمد الشناوي ولعب مصطفى شوبير هذا الشبل الصغير اللي اكيد كان موقف صعب عليه وكان ممكن لا قدر الله ينهي حياته الكرويه في بدايتها، لكن هو عمل الصح ورجع الشناوي طبعا بسم الله ما شاء الله بيدي سبورت جامد جدا للمدافعين بعكس المره اللي فاتت كنت تلاقي مثلا لعيبه برده حريصه عشان شوبير لسه ما عندوش الخبرات. المره دي لا الموضوع بيختلف، ده اللي وقف هو قائد الفريق كله والمحنك بقى والامور. فعودته بصراحه مهمه جدا 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 جدا، تكاد تصل الى اكثر من 50% من قوة الفريق مع طبعا باقي الفرق ان شاء الله.